اهلا بحضراتكم من جديد. معايا زي ما انتم شايفين شازا. شازا مطربه مصريه صوتها رقيق وعذب، والحقيقه سواء كانت اغانيها سواء كانت اغاني كبار المطربين القدام، دايما شازا عندها اداء متميز جدا، عندها جمهور. انما ان يعني الملاحظ على شازا ان هي بتاخد وقت طويل قوي ما بين الالبوم والتاني، هنعرف منها ده ليه طبعا. وما هياش من المطربين اللي بينزلوا اغاني على طول اول باول، برضه هنتكلم في الموضوع ده. وحبينا الحقيقه ان احنا نختم بيها النهارده اخر حلقه من حلقات يوم بيوم قبل العيد. احنا ان شاء الله من بكره اجازه، وزميلي محمد مصطفى شردي هيكون معاكم من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بعد العيد، لان انا هاخد اجازه بس كام يوم كده. لكن يعني قلنا اخر حلقه نعيد بيها على حضراتكم تكون من خلال مطربه جميله زي شازا اللي منوراني النهارده. ازيك يا شازا؟ ازيك يا ريكو؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ومبروك على البروجرام اهو، بقولها لك قدام كل الناس. وقمر ربنا منوره دايما وناجحه دايما يا رب. ربنا يخليكي منورانا. انا قلت نعيد بيكي على الناس، يعني تبقى العيديه كده للناس النهارده شذا وصوتك الجميل. ربنا يخليكي يا رب. انا عايزه اقول لكل الناس كل سنه وهم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد على الكل، وعليك يا رب وعلينا وعلى كل يا رب علينا كلنا. قولي لي قضيتي رمضان ازاي؟ بصي كان متعب شويه ريهام السنه دي، لان صيام كتير جدا، حر جدا قوي. فكان صعب شويه، بس قضيته اللي هو يعني صلاه، وان انا ابتدي نشوف هنعمل اكل ايه، والحاجات اللي هي شويه يعني عباده اكتر، بس مش عزايم كتير زي كل سنه. يعني كنت بكسل، لان حتى الوقت قصير قوي ما بين الفطار والسحور، فعلى بال ما تنزلي وتروحي وتيجي، ف يعني ما عملتش كده كتير. الدنيا بتبقى هاديه من ناحيه الشغل بالنسبه لك في رمضان؟ انا ما بحبش اشتغل في رمضان قوي، الا لو حاجه او حاجتين يعني، بلس ان انا كان عندي موضوع ركبتي ده، والحمد لله بقيت احسن دلوقتي، فما حاولتش ان انا اجهد نفسي علشان الدكتور طلب مني كده. الف سلام عليك. انا شفت لك الصور على الفيسبوك وقاعده على كرسي، وشفت الناس طبعا عماله تعلق وبداوا يقلقوا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله ما حصل حاجه يا ريهام. انا ماشيه في البيت عادي جدا، من يعني من اوضه الليفنج للمطبخ، فجاه سمعت تك، قلت ايه، عادي كرامب بتاع شد اي كلام يعني. دخلت نمت، صحيت ما عرفتش انزل من على السرير من الوجع. فجريوا بيا ناس، ما جريت بيا على المستشفى، ودتني على طول، قالوا لي ده حاجه اسمها مزق في رباط الركبه، وما ينفعش، ورمت بقى قد كده ولبست ركبه انت عارفه طبعا انا يعني نجمك خفيف. احب الحاجات النادره قوي. يعني ربنا يستر. بتلعبي رياضه يعني ولا حاجه، ولا ده لوحدها كده؟ لا انا بروح الجيم، بس هم قالوا ممكن من التريد ميل، يعني قالوا ممكن من التريد ميل تكون حصل كده، ممكن يكون. يعني انت يبقى قصدي في نوع من بس الرياضه، بس هو ما كانش وقت الرياضه، يعني ما كانش وقت ما انا بلعب. فممكن يكون ده سايد افكت ليها يعني. الف سلام عليك. الله يسلمك. بس دلوقتي احسن الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي احسن بكتير الحمد لله. قولي تابعتي مسلسلات في رمضان؟ كل المسلسلات. كل المسلسلات تابعتي؟ ايه اللي عجبك؟ عجباني جدا 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 طبعا مع حفظ الالقاب، يعني انا بعشقها يسرى. لان اول مره يسرى ما تطلعش عارفه الطيبه ولا الطيبه اللطيفه. طالعه شخصيه حقيقيه بجد، وبنشوف طبعا. عايزه اقول لك ان انا بخاف منها جدا في المسلسل ده. تتحول. انا اول ما بتبرق والله انا بخاف بصراحه. تعمل كده وحاجات. لا هايله، وده اتقان يعني. لما اقول لك ان انا خايفه منها ده نجاح ليها، ده يعني عامله دور رائع. لا يا ريهام، لما تكلمك وهي طيبه، يتكلم مثلا شيرين رضا وهي طيبه، تحسيها بجد هي مش كذابه، وتنسي ان انت شفتيها في المشهد الاولاني بتخطط لمصيبه ليها، فاهمه؟ وللاسف احنا في ناس كتير في حوالينا في حياتنا واقعي بالشكل قوي. ده اللي هم يعني قد كده لطاف في وشك، وقد كده هم ممكن يكونوا بيحملوا شر. هم بقوا كتير قوي. فيسرى قوي جدا. نيلي وشريهان حلوه قوي. منيا طبعا قوي، خفيفه قوي. ايوه. وبنات سوبرمان طبعا يجنن. يعني بصي انا بحاول اتفرج على كل، يعني طبعا وعد حلو قوي، انا حابه قوي سعداني ومي عز الدين، عاملين كابلز يجنن، دوتو حلو قوي عشان هم اصدقاء كمان في التالي في الحياه كمان. يعني يجننوا، يعني الكيمستري موجود. فلا بصي اللي عاجبني السنه دي ان هم مسلسلات مش كتير، وجراند اوتيل كمان حلو قوي. رائع. هم مش ونوس كمان، يعني انا عاجبني فكره ان انت مفيش مسلسلات كتير، بس في مسلسلات مهمه، يعني مش اللي هو كم كتير وخلاص، لا الكيف حلو قوي، فانا مبسوطه بده. قولي لي كمطربه بقى ومهتمه بالمزيكا وبالغنى وبالكلمات، بتشدك بقى يعني بتبقي مهتمه انك تسمعي تترات المسلسلات وتعرفي ايه يعني الاغاني اللي معموله لكل مسلسل؟ طبعا طبعا بتهتمي بده. طبعا لازم اسمع واركز واشوف. هو دايما اصل هو المؤلف بتاع الاغنيه بتاعت التتر بيبقى واخدها من قصه المسلسل. اكتر تتر عجبني بوسي الخنكه.
فكرة حلوة قوي. وعجبني ان رحيم طبعا يعني استاذ، وعايزه اقول له كل سنه هو طيب. رحيم حط بوسي في حته اللي هي الستايل، يعني بوسي قدرت انها تتحدى نفسها ان هي ما غنتش بس شعبي، فعملت كمان حاجه ستايل. عايز اقول لك كمان مسلسل زينه حلو قوي عشان ما انساش. ازمه نسب طبعا ما تموتنيش. حلوه قوي ومبسوطه بزينه، عامله كاركتر حلوه جدا. طيب دلوقتي عايز اسالك، ايه سر ان انت يا شذا بتبقى يعني اول البوم عملتيه 2004، وبين فين الالبوم اللي بعده 2008، وبين فين احنا في انتظار دلوقتي البوم الجديد في 2016؟ ليه بتطولي كده بين الالبوم والتاني؟ مش فاضيه. يعني ايه مش فاضيه؟ وراكي ايه؟ بتعملي ايه تاني يعني؟ مش فاهمه. والله لا يا ريام، انا بشتغل، انا بخلص يعني. انا البومي ده اللي بنتكلم عنه ده، انا لوحدي ده خلصان بالظبط من 2013. ثلاث سنين؟ اللي لسه هينزل؟ طب ايه ما نزلش ليه كل ده؟ صورنا في سنه ومشاكل طبعا كالعاده. احنا عندنا مشاكل جامده قوي في سوق الكاسيت، يعني عندنا المنتج بيبقى نازل الالبوم عارف انه مش هيكسب. كان بيعوض بالحفلات، بالظروف اللي عماله تحصل فبقاش بيعوض بالحفلات، فانت عندك شويه لخبطه. محتاجين احنا حمايه، اسمها ايه، حمايه حقوق الملكيه الفكريه والحاجات دي. لازم، لان الناس دي بتتعب واحنا كلنا ما بنوصلش حاجه. فاحنا معتمدين على الانتاج المصري. يعني اذا كنت انا كشاذة يعني مطربه مصريه طول عمري، اول مره بس مضيت مع شركه ليبيه وبعد كده كله انتاج مصري. فالمنتج المصري بتبقى برده راس المال مش قوي قوي، فبنقعد يعني ايه تاخد وقته نتدلع مع بعض. بس لدرجه 8 سنين يعني؟ والله من 2008 ل 16 على ما هي. لا ما هي قامت الثوره وجت وفاه مامتي وبعدين وفاه بابايا وبعدين الثوره الثانيه. يعني بصي كان في شويه دلع كده. بس والله انا لو عليا انا كشذا، انا بحب اشتغل. يعني انا ما بنامش، وممكن تلاقيني خلصت 50 البوم مثلا في شهر، ما عنديش مشكله. بس هي فكره بس الظروف. الظروف. طيب. وكل تاخيره فيها خير. انا بصي انا قدريه فسايباها على ربنا يعني ونعم بالله. طيب احنا شفنا في الكليب او يعني التقرير اللي كان معمول عنك جزء من اغنيه ناس يا روحي، ده اخر كليب ليكي يا شذا، مظبوط؟ صورتوه فين؟ صورناه في لبنان. في لبنان. الاغنيه دي الاول علشان لازم اقول حق الناس، يعني دي كلام تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع كريم عبد الوهاب، والكليب اخراج محمد القاضي. طبعا طلع عينينا جدا عشان نطلع بالشكل ده. وعايز طبعا اشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا من اول الكلام واللحن والتوزيع. دي من الالبوم الجديد ولا سينجل؟ من الجديد. نزلناها في شهر 3، كنت ناويه انزل وبعدين لقيت الهضبه نازل فقلت لا. انت اجلتي عشان عمري. طب انا هعرف منك ليه، بس انا عايزه اسمع جزء من ناس يا روحي لايف، ايه رايك؟ ماشي يلا. بس هي بصي هي تكنو يعني مش يعني لايف. شوفي ايه الجزء اللي ينفع فيها لايف. لما بتكلم معاه ببقى ليه متلخبطه، دي غريبه عليا، ده اللي خلى حالي حال. كل يوم بسأل سؤال، ايه عملوا فيا؟ ناس يا روحي وانا جنبه حبيبي، مش هخبى داري ليه، الا عيش حياتي جنبه واقوله كل يوم بموت فيه. الله. طيب بتقولي بقى انك اجلتي علشان اولا انت كذا مره اعلنتي ان عمرو دياب مطربك المفضل. مطربي فتى احلامي. وفتى احلامك كمان. هو عارف ده ولا لا؟ طبعا. انا يعني انا بحب اصارح الناس. بتبسط بقى لما بتقولي له كده؟ طبعا بيقعد يضحك. يقول لي يعني انت قلبك ابيض وحاجات كده. لا انا بحب عمرو، مع طبعا مع حفظ الالقاب، لان هو اولا فنان محترم جدا، شاطر جدا، ذكي جدا. فيا سلام بقى لما تلاقي بني ادم انت بتحبيه كبني ادم واخداه قدوه كفنان، فتجتمع كل هذه المقومات في شخص. ف يعني انا بصي ما بعرفش اتكلم عنه، بس هو قعدتي معايا ريهام بتفيدني يعني. بس واحنا قاعدين نتكلم كده كاصدقاء بتستفيدي منه الاستاذ. انا قاعده بستفيد وانا قاعده ساكته وعامله له كده، هو بيتكلم وبيتكلم في اي حاجه على فكره مالهاش علاقه بالفن. انا بستفاد منه جدا يعني. طب واجلتي البومك ليه بقى علشانه؟ لان عمرو دياب هو عمرو دياب، مطرب بحجمه اكيد كل الناس مستنياه، وكل الناس مستنيه تسمع الجديد اللي هو منزله، وهيغطي على اي حد ينزل جنبه. فمن الغباء ان انت تيجي قدام القطر وتقفي. فقلت لا انا هستنى. هو مبدئيا كتسويق يعني هو بيفتح السوق. يعني هو اول ما عمرو بينزل معروفه ان الناس بيبقى في اقبال انك تشتري سيديهات وتسمعي، وخصوصا لو في الصيف انك بتعدي تاخديها مثلا من اي بنزينه، من اي كشك بتسمعي وانت طالعه على البحر والكلام ده كله. عمرو
كسر كل المقاييس ان هشام النسيم عمل لنا سيزن يعني. يعني وانت داخله على امتحانات ثانويه عامه وداخله على رمضان فهو ده سيزن يعني مش 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 وقت تنزلي فيه خالص. فمحدش يقدر يعمل الريسك ده غير عمرو دياب. تقصدي يقدر ينزل في اي وقت طبعا، يعني هو مش مش لازم يرتبط بسيزن او طبعا يعني. طبعا فهو هو يعني هو عمل العمل ده، فقلت لا يعني هتنزلي كمان في وقت بعد كده جاي لك امتحانات وجاي لك رمضان وكمان قدام عمرو دياب، لا احنا نقعد نسمع عمرو دياب كده بمزاج. وننزل بالالبوم. ألبومك نازل إمتى إن شاء الله؟ إن شاء الله كان مفروض 7/7 بس آخر كلام 17/7 إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق. إن شاء الله. إيه أكتر الأغاني اللي بتحبيها لعمرو دياب يا شاذة؟ أنا عايش ومش عايش. بحبها حب إرهام أنت مش فاهمة. وبغنيها في اللايف على فكرة في حفلاتي كلها. بجد؟ آه. طب ما تغنيها لنا كده. آه طبعًا. ماشي. مبدئيًا دي لحن عمرو مصطفى وعمرو دياب الاتنين لحننا وكلام أيمن بهجت. آه. لا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية، ولو حتى ببعد ببقى معك وما انتش معايا. لا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية، ولو حتى ببعد ببقى معك وما انتش معايا. انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك. الله. قوليلي بتاخدي رأيه مثلا او تكلميه تقولي له سمعت الالبوم بتاعي او سمعت أيوة الاغنيه بتعملي ده؟ كان الكليب متاخر وكان عندنا مشاكل كبيره في تسليم الكليب ويعني حاجات ماديه يعني. هو اتدخل يعني، انا اتكلمت معاه وهو كان يعني يعرف القائمين على انتاج الكليب مش انتاج الالبوم، واتدخل وكان زعلان ان انا متضايقه وقال لي نصايح وانا راح اصور اعملي كذا واعملي كذا. الاستاذ يا ريم. يعني بتقصدي ان هو يعني بيدعم طبعاً المطربين الاصغر منه او الشباب طبعاً او كده يعني طبعاً. مش يعني بصي هو مش مطلوب منه الدعم الكلي يعني، هو مش مطلوب منه هو ياخدك من ايدك ويعمل لك كل حاجه، بس هو بيدعم اللي هو ممكن يديكي نصيحه او يقول لك كلمتين فيهم فايده سنين يعني، فيهم اوفر على نفسي مجهود سنين. ويام قال لي حاجات وما سمعتش الكلام ورجعت ندمت بعد كده. ما طلبتيش منه تعملي معاه دواتو؟ ما فكرتيش؟ انت عملتي مع تامر حسني بس. أوه. انا عارفه انت وتامر صحاب كمان. صحاب واحمد سعد عملتي حاجه وطنيه مش كده؟ احمد سعد عملنا حاجه وطنيه وعملت انا واحمد العطار الوطني كتير عملت بس. كاغنيه لكن اغنيه عملتي بس مع تامر. انا وتامر وكنت عامله انا وهيثم شاكر وما نزلتش. انت وهيثم شاكر بس دي ما نزلتش. لا ما نزلتش ومش عارفه هينزلوها امتى. بس انا وتامر كنا عاملينها كمان ما كناش يعني. بصي انا بتكسف يعني، انا كلهم صحابي بس انا باحرج يعني اقول كده فاهمه. فتامر حتى لما جينا عملنا دويتو هو كانت هديه عيد ميلادي يعني، كانت هي اغنيه اوريدي كنا احنا اخذناها وسجلناها لوحدي، كانت لحن تامر وكلام ايمن عزمي. ولما جينا في عيد ميلادي تامر عملها لي يعني سبيشال كده ان هو مغني معايا فيها وحط صوته. بموت فيك. وطبعا عايزه اقول له ثانك يو على ده يعني، طول عمري هفضل اقول له ثانك يو لان كانت مفاجاه حلوه قوي. فطيب بالنسبه بقى لعمر، ما حصلش يعني بينكم اي كلام انه تعملوا دويتو مع فتى احلامك مع مطربك المفضل؟ طب ما تيجي انا اقول له طيب تحبي دلوقتي قولي له يا عمر شاذة بتحبك وبتموت فيك وانت فتى احلامها، فلو سمحت من فضلك عيد ميلادك امتى يا زوزو؟ 31/7. عيد ميلاد شاذة قرب ده 31/7، فمن فضلك ان الهضبه النجم الكبير عمرو دياب زي ما تامر عمل هديه لشاذة في عيد ميلادها، ارجوك من فضلك يعني هتبقى احلى هديه ان انت تعمل. ايوه بقى ايوه. قولي للجمهور لو حد عايز يبعت لي هدايا برضه يجيبها لك وهاتيها لي. ولو اي حد عايز يبعت لها يجيبها وانا هنصص معاها. طيب قولي لي موضوع التسريبات ده اكيد بيأثر عليكم، يعني على ذكر تامر حسني الالبوم بتاعه للاسف اتسرب قبل ما ينزل. بس الالبوم حلو قوي يعني انا عاجبني الالبوم. ده بيأثر عليكم ازاي؟ يعني بالتالي ما بقتش بقى المبيعات زي زمان. مفيش مبيعات اصلا. مفيش مبيعات. انت الالبوم عشان كده بقول لك الالبوم بينزل يا اما من قبلها بيتسرب زي ما حصل مع تامر، يا اما وانس انه نزل بتلاقيه كله على كل السايت بتاعت الاغاني وعلى الاي تيونز يعني في تهريج يعني. بس اتليست دول بفلوس يعني، دول بيجيبوا فلوس للمنتج، بس الباقي بقى اللي هو السايتس اللي هي ب 3 جنيه دي ما فيش بلح. ده بيأثر على رغبه المنتجين واستعدادهم طبعاً ان هم كمان ينتجوا لكم. طبعا
طيب انت كان الاول مطرب عنده اجر صوت، دلوقتي انت بقيتي يعني يا ريت بقى حد ينتج، انت يا ريت حد يتكرم وينتج. ما عندك مشاكل جامده جدا ومعرفش احنا ساكتين ليه يعني. طب ده حله ايه من وجهه نظرك؟ هي لو ما سكتناش نعمل ايه؟ والله هو كان سنة 2010 قبل اللخبطة الكتير اللي حصلت، كان سيادة الوزير فاروق حسني كان المفروض قعد مع أستاذ محسن جابر منتج كبير وأستاذ نصر محروس وقعدوا اتفقوا إن هم هيلاقوا حل، وطبعا محتاجين لقوا حل حاجات كتير بقى معكست فمشكلة. طب لازم السايت تتقفل، ما هو بره متقفل. يعني بره عايزة أقول لك حاجة يا ريهام، بره ممكن مطرب يعمل أغنية واحدة تعيشه ملك طول عمره، هو والمؤلف والملحن. انت عندك مفيش الكلام ده، العمليه ما بقتش مجديه دلوقتي، مش مجديه بلس ان كمان عندك يعني ما بقاش في حفلات كتير، ما بقاش لسه هقول لك يبقى يمكن بتعوضوا ده في الحفلات. ولا بقت دي بتعوض، ولا بقت دي بتعوض، ولا في الحفلات، ولا بقت دي. ما انت شايفه هو حتى مفيش لاي تلفزيون زي الاول. انا مش عارفه يعني احنا ليه ما بنعملش ده يعني. يعني ليه ساكتين وليه مستنيين حد يعمل لنا؟ احنا طول عمرنا يعني رواد الفن وبنعمل وبنسوي، ما اعرفش في حاله تكاسل كده مش مفهومه. تكاسل فني. طب انت مثلا العيد ده ايه البلان بتاعك؟ عندك حفلات؟ عندي حفله انا ورامي صبري. كويس. عندنا حفله وفي كذا حاجه بتتظبط، بس اهو يعني بقول لك بتوصلي لقبل العيد بيومين ثلاثه انت مش عارفه انت عندك ايه. جينا في شمس نسيم، يا جاي ما جاش يعني. كان عندنا في شمس نسيم كذا حفله، في حاجات اتلغت بسبب دواعي الامن وفي حاجات اتعملت، فانت عندك يعني حتى الشغلانه بقيتي بتنزليها جزء طبعا عشان حابه، بس اكيد انت ده بقى اكل عيشك وبقيت شغلانتك، فانت محتاجه ان انت يكون ده دخلك، فما بقاش حتى الموضوع مجدي قوي، فبقيت طول الوقت انت عندك ستريس عصبي يعني، فاهمه؟ طيب تحبي تسمعيني ايه من الاغاني بتاعتك انت؟ بتاعت الالبوم؟ من اغاني الالبوم. هحرق لك حاجه عشان صاحبتي، فمش هينفع اجي كده وامشي على الفاضي. ربنا يخليكي ليا. تسلمي. اتفضلي. افكر واقول لك ايه؟ اقول لك حاجه؟ ماشي اسمعي بقى. مطمني وجودك جنبي بالدنيا دي وما فيها، قلبي عليك وروحي معاك، امانتك انت انا عليها، امان عليك راهنت الناس على حبك، ما تجرحنيش وما تقاسيش في يوم قلبك، قلبي ضعيف بخاف لو غبت عني بعيد، وبطمن ما بقواش الا وانا جنبك انا لوحدي. الله، دي من الالبوم الجديد. دي اسم الالبوم، الالبوم اسمه انا لوحدي. والاغنيه دي لحن مصطفى محفوظ وكلام جمال الخولي وتوزيع كريم عبد الوهاب. والاغنيه دي لحن مصطفى محفوظ وكلام جمال الخولي وتوزيع كريم عبد الوهاب. قولي لي اختيار الاغاني. انا عارفه ان الله يرحمهم مامتك وباباكي كانوا مهتمين قوي بيكي يا شاذة فنيا طبعاً كمان طبعاً. وكانوا طبعاً على طول يعني محاوطينك وكده، ربنا يرحمهم. امين يا رب. انت حضرتي كل طبعا. عايز اعرف مين دلوقتي بقى بيبقى يعني بتاخدي رايه، بتاخدي نصيحته؟ انا عارفه محدش يعوض الام والاب. طبعا طبعا. بصي هقول لك حاجه يا ريهام، انا ربنا ربنا يخلي لي اهلي، بس هم كلهم مسافرين، ما عنديش غير خالتي هنا وعمتي بتبقى هنا ما بين هنا وما بين امريكا، بس الباقي كله بيبقى مسافر. انا صحابي ربنا معوضني بيهم، ومش بقول كلام كده يعني والله. يعني اذا كنت انت بتسالي عليا من وقت للتاني ومع انك مشغوله طول الوقت، واذا كان صحابي اللي ساكنين جنبي فعلى طول معايا وعلى طول في ظهري، واذا كان صحابي في الوسط يعني اذا كان مصطفى محفوظ مثلا الاغنيه دي لحنه يعني سمعتها عنده وكان عاملها المطربه تانية وقلت له عايزاها في ثانيه اديها لي وما فكرش، كريم عبد الوهاب، عمرو مصطفى، تامر حسين، الناس دي كلها وقفت جنبي يعني، ومش عايزه انسى حد بجد. الناس دي وقفت جنبي ووقفت في ظهري، واذا كان ماديا معنويا نفسيا ساعدوني يعني، ساعدوني كاخوات وكاصحاب وكشغل وككل حاجه. فانا الحمد لله ربنا معوضني باصحابي. الحمد لله. باخد راي مين؟ باخد راي اصحابي يعني. هم طب لله. هنعمل ايه يا جماعه؟ ايه رايكم؟ اعمل ده ولا ما اعملوش؟ تمام، موافقين، اوكي. ربنا كرمني كمان ان انا اشتغلت مع مؤلفين وملحنين جداد
تحسيهم بمكانه وعظامه ملحنين بقالهم سنين، منهم احمد برازيلي كنت بشتغل معاه لاول مره، عمل لي اغنيه حلوه جدا، مودي سعيد، احمد يوسف، احمد علاء، زوم موزع، يحيى يوسف، محمد شفيق، يعني عندي كده كرو جديد عمل لي كام اغنيه تحسي ان انا لا ده العيال دي جامده يعني، دول مش قليلين. فربنا وقف لي ولاد حلال الحمد لله. يمكن علشان مامتي الله يرحمها وبابايا كانوا بيدعوا لي، فالحمد لله يعني ربنا معوضني المستشارين كلهم من صحابي وما بيقولوليش حاجه تضللني يعني الحمد لله. يعني لما بلاقي صاحبه او صاحب كويسين بيتقال عليهم رزق الحمد لله، رزق ربنا يديم. يعني عايزه اقول لك والله يا ريهام لما بيبقى في حد من صحابي مش كويس بتلاقيه في ثانيه اختفى، يعني ما بياخدش وقت معايا طويل لله. وربنا بيكشف الحمد لله، ربنا يديمها عليك الحمد لله. طيب اخبار التمثيل ايه؟ ليه مالكيش تجارب؟ اولا انت بداتي صغيره قوي يا شاذة. الفضيحه اللي انتوا عملتوها دي ازاي تجيبوا جوازه على راس السنه؟ عادي على فكره كل واحد فينا مر بالمرحله دي. دي مرحله يعني الحمد لله ان المراحل دي يعني اختفت. فقولي لي بقى انت بداتي، لا بس انت بداتي قبل كده اصغر من كده سبع سنين بتقولي. بدات الجراج كنت انا والفنانه نجلاء فتحي وفنان فاروق الفيشاوي واستاذ علاء كريم الله يرحمه اللي له فضل عليا طبعا في موضوع التمثيل وان هو قدمني مخرج علاء كريم طبعا الله يرحمه. كان عندك سبع سنين يا شاذة، ازاي بقى يعني قولي لي يعني ايه اللي وصلك؟ جت التجربه ازاي؟ انا كنتش بغني اصلا. انا كنت بغني في المدرسه طبعا والحاجات دي انا كنت بلعب تنس، يعني موضوع الغنى ده ولا على بالي، بهرج يعني وبعمل حفلات طبعا في كنت انا في السعوديه وبعدين جينا على الزقازيق، فبقيت بعمل حفلات كلها بتاعه الاعياد الوطنيه والمدرسه في اللي هو ايه الاطار يعني اطار اللوكال يعني. صوتك كان حلو وانت صغيره يعني؟ الحمد لله ان بابايا كان صوته حلو. انت باباكي واخداه عن باباك؟ الله يرحمه كان صوته حلو قوي. لكن ما فكرش عمره انه يغني او كده؟ لا لا لا، هو كان ده هو بيزنس اكتر يعني. اوكي. بس كان طبعا يعني بطول الوقت ماشي دندن ومزهقنا يعني. فجيت انا بعد كده عملت ايه بقى؟ كنت قاعده اغني ومش عارفه ايه وكنت كمان بقرا قران، يعني قراءه القران دي مهمه جدا، وفي السعوديه كمان كنت ففقه وتجويد ومخارج الفاظ وحاجات كده. فكنت بتكلم مره كنا في اسكندريه في الصيف يعني في اوتيل من الاوتيلات كنا متعودين ننزل فيه دايما، وكان انكل منعم عمار. فانكل منعم يعرف في عائلتنا يعني، هو طنط كمان الوزير السابق منعم عمار. طبعا طبعا وعايز اتكلم عليه. راجل جميل ومحترم بحبه قوي. انكل منعم كان قاعد بيتكلم مع بابايا وكده وانا كنت متضايقه جدا من فكره ايجار الملعب، يعني ان انت يعني انا ليه بدفع اشتراك نادي وكمان باجر ملعب التنس، يعني كان مضايقني قوي الموضوع ده. فبالصدفه بابايا قال لي نغير الموضوع لان كان حاسس الموضوع قد ايه تافه يعني، وانا قد ايه بتهيف قاعده مع وزير بكلمه في ايجار ملعب. فقال لي غني حاجه فقعدت اغني، فانكل منعم كان يعرف استاذ محمد مرعي واستاذ محمد مرعي كان يعرف ده وانت صغيره قوي ده؟ ايوه سبع سنين. كان ساعتها استاذ محمد كان ماسك صوت العرب تقريبا او حاجه. أوكي. وبعدين استاذ محمد عرفني على انكل منير الوسيمي اللي هو كان نقيب بتاعنا اللي بسلم عليه برضو. انكل منير عرفني على استاذ علاء، فابتدت كده يعني عارفه كلها كانت لعبه. قفلت بقى معايا كملها يعني. فخدوكي فيلم الجراج اول حاجه؟ خدوني فيلم الجراج، بعدين عملت كان نفسنا مع طارق فؤاد واحمد فتحي، كانت مهرجان سينما الاطفال، ولما جت تتصور صوروها بشيرين على فكره، يعني احنا بادين من زمان قوي يعني. وبعدين بقيت بروح الاوبرا خميس وجمعه، خميس دكتور رتيبة الحفني والله يرحمها وجمعه دكتور سليم. وبعدين استاذ علاء كريم الله يرحمه قال لي على جواز على راس لفان، عملتها بنهزر انا ومنى زكي واحمد السقا كنا صغيرين كلنا. كنت بتغني ام كلثوم في الرائع؟ ما حصلش الحمد لله، بس عايزه اقول لك والله ولا تخيلنا انها تنجح، احنا بنهزر. وكانت ساعتها سهرات التلفزيونيه دي بتتعمل وخلاص بتشوفيها مره وبتتعاد مثلا كمان سنتين ثلاثه وخلاص. بس كان ساعتها موضوع الجواز العرفي كان مسيطر كان منتشر شوية. وكان التمثيل الحقيقه مؤثره ومرعبه بالنسبه لنا يعني، احنا بنتفرج عليها بتبقي خايفه على اولادك يعني. بالظبط. فهي لما عملناها يعني ابتديت امشي في الشارع الناس عارفاني بالاسم يعني، وده كان غريب كنت اول مره، لان انت كنت صوت المسلسل يعني الصوت المتكرر على طول. كانت سيره الحب بتهيألي، كانت سيره الحب. بصراحه كمان استاذ علاء كريم وظف الموضوع ده كويس قوي وما قللش مني، مع ان انا كنت صغيره في السن تقريبا كنت اصغرهم، بس لا يعني بروزني حلو قوي. كنت كام؟ 14 تقريبا. صغيره خالص كده. صغيره جدا. وكان حتى ما بيخلينيش احط ميك اب خالص، واللي هو عايز يطلعني بقى اللي هو الشخصيه الغلبانه جدا اللي بجد عشان يبقى فيها براءه يعني.
بالظبط. فده اللي خلاني بعد كده بقى بابايا جه قال لي بصي هتكملي ناجز بقى شويه عشان ايه ثانويه عامه، طبعا يعني رعب كل بيت مصري. فخلصت الرعب بيزيد يوم عن يوم. لا واوفر اللي بيحصل دلوقتي اوفر قوي بصراحه. يعني حرام لعب اعصاب الناس بزياده الاهالي والطلاب يعني. فجينا عملنا خلصت امتحاناتي، انا اصلا بذاكر اخر شهر اخر شهرين، انا مش يعني انا لو ذاكرت من اول السنه هبقى يعني هعمل حاجه، بس انا ما بحبش المذاكره وما بحبش يتفرض عليا حاجه مش فاهمه انا بذاكرها ليه. فذاكرت طبعا عشان اضطر انجح، ونجحت عشان اغني ودخلت الجامعه، وابتدينا بقى ايه رحله شركات الانتاج اللي ما كانتش بتخلص. ابتديت بقى ايه حلم بقى اللي هو ايه اغنيه في كولكشن، معلش اصل احنا الفنانه فلانه الفلانيه منزله وصوتها وحش جدا الفنانه دي يعني ما ينفعش تغني، ففوتي علينا بكره الحاجات دي يعني. بابايا كان انتج لي شريط طبعا وحطيناه في البيت لان كان مش بالمقاييس اللي كانت المفروض تتعمل لصناعه نجم يعني. فقعدت اخبط كتير 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 على شركات سنتين ثلاثة مثلا، عشان كده بقول لك ان المواضيع بتاخد معايا سنين يا ريهام. ده العادي. بس التمثيل بقى يعني هو وقف عند ورق سلوفان لفترة فترة وبعدين عملتي قطع شحن. عملت قطع شحن ده سنة كام؟ صورنا 2000 واخر 2008 2009 كده، نزل 2010 2010 ومن بعدها عملتي سيت كوم واحد بدر وبدريه بس دي بحبها قوي. لا وعملت ولاد السيده زعفر رمضان اللي فات، بس ده كان عليه مشاكل كتير طبعا. اوكي بس لكن التمثيل هو حلم من احلامك زي الغنى يا شذا ولا لا؟ بيكمل الغنى بس هو مش هو الاساس. لا الغنى الاساس، لان بصي انا بمثل عشان بغني يعني. انا لو حد بيجيبني عشان بغني حلو، فبيستغل ده في انه يوظفني في تمثيل. أوكي. انما تمثيل كتمثيل يعني مش هو شغلتي، بس بحبها يعني. عايزه اقول لك ان هي بتطلع يعني نيجاتيف انرجي من البني ادم، بتخليكي تدخلي في كاركتر وتطلعي اللي جواكي جدا. بس انا بحب اغني، والغنى تحسي ان انت باشا كده مع نفسك بتغني في اي حته وفي اي حاجه. طب ما تفكرينا بام كلثوم، مش هفرض عليكي اقول لك سيره الحب، بس يعني يعني اول ما الناس برضو بدات تعرفك كان من خلال الغنى القديم. عايزه تسمعي حاجه لام كلثوم؟ فتحبي تسمعينا ايه بقى؟ انت حابه ايه؟ كلموني تاني عنك، فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوني الماضي بنعيم وحلاوته وبقى ذوقته وافتكرت فرحت وياك قد ايه، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، جم بهمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروني. الله حبيبتي عليكم. لا هايله حقيقي. طب قولي لي، ما فيش اي مشاريع تمثيل قريب؟ يعني الالبوم خلاص احنا عرفنا امتى، ما فيش اي حاجه اتعرضت عليكي قريب؟ لا حاجه اتعرضت عليا قريب لا. يمكن بصي انا مختفيه شويه يعني، انا ايه قلت هنزل بالالبوم خلاص بقى يشوفوا اليانج ليدي شويه، البنت اللي كبرت بقى لنا كتير جدا مش موجودين. فانا مستنيه بس اثبت رجلي في الـ في الـ في, الـ في الغنى مع الالبوم ده، لان الالبوم ده هيفرق لي كويس قوي، لان انا بقى عاملاه بمزاجي يا ريهام يعني. ما عنديش منتج قال لي اعملي وما تعمليش يعني، انا خلصته واديته للشركه. مين اللي بينتج لك امال؟ انا خلصته واديته للشركه، هي توزع وتظبط كل حاجه، وعملوا الكليب وعملوا الدعايه المفروض.
فانا اشتغلته بمزاج، ما اشتغلتوش بقى بحته لا اعملي دي احسن عشان دي كوميرشال، عشان السوق وعشان عملت السوق وعملت المقسوم وعملت الدراما وعملت الرومانس، حاولت اعمل توليفه ترضيني انا كشخص. يعني الاول مره هتسمعيني بغني انا، يعني صعب مطربه تقول على نفسها انا ولا مره غنيت. يعني انا يعني ايه ولا مره غنيت؟ امال اللي فات ده كان لا إيه؟ وتهريج بجد؟ اه طبعا تهريج، يعني ولا اغنيه هتلاقيني مثلا يعني اغانيكي والبوماتك اللي فاتت دي انت بتعتبريها تهريج؟ طبعا بنهزر. ليه بقى؟ ايه اولا ده صراحه منك. أيوة. انك تقولي ده صراحه رهيبه. بس ليه معتبرها تهريج؟ هقول لك، لان الاغنيه اللي هي اللايت السريعه ما بتديكيش مساحات الصوت اللي تقدري تغني. يعني مش هقدر اغني زي ما غنيت قدامك دلوقتي مثلا ام كلثوم، مش هقدر اغني زي ما بغني لعبد الوهاب، مش هقدر اطلع اللي تعبت فيه سنين. فحاولت اعمل ده برضو في الثلاث اربع دقائق من غير ما اضايق المستمع، بس بمزاجي بقى. يعني بالتركيبه بتاعتي انا، بتركيبه البنت اللي هي الستايل برضو والشاطره والمتفتحه جدا اللي متربيه على مزيكا ثقيله. فهتسمعي حاجه تعجبك يعني ان شاء الله. ازاي تقدري تحققي المعادلة دي ما بين ان انت تقدمي حاجة تكون جماهيرية وتوصل يعني الناس تحبها وتحس ان هي متفاعلة معاها، بس في نفس الوقت زي ما بتقولي تكوني بتغني بتقدمي فن بمزاج، ما تمشيش ورا الموضة. يعني انا يعني هقول لك حاجة، كده كده هتنجحي لو ربنا كاتب لك هتنجحي، هتنجحي ولو الناس حباكي هتنجحي. ممكن انا واحده بؤمن بالنجاح اللي بيجي بالراحه، يعني اللي بيجي بالراحه لانه ما بيروحش بسرعه. يعني انا عارفه المقوله بتاعت ايزي كوم ايزي جو، انا شايفه ان ده صح. حاجه لما تيجي سهله بتروح سهل. فانا بشتغل على نفسي قوي، بحاول اختار كلام حلو قوي، كلام انت تبقي مصدقاه تسمعيه كمان 5 6 سنين تفضلي تقدري تسمعيه. يعني ثقافه الكلمه دي مهمه جدا ودي مش موجوده عند ناس كتير. ان انت تسمعي جمله لحنيه خفيفه وفي نفس الوقت تطربك. فدي معادله مش كتير بيعملوها، وقليلين يعني كبنات بيعملوها، منهم طبعا انغام، منهم شيرين، في كذا كذا حد بيعمل، امال ماهر، يعني مش ناس كتير، اصاله طبعا، يعني مش عايزه انسى حد وافتكر حد، سميره سعيد، مش عندك ناس كتير قوي بتعملها. فلازم يعني انا عايزه احط نفسي في التراك ده، انا خلاص الناس عرفتني وحبتني وتمام، عايزه بقى ابتدي اقول لهم يا جماعه مستني ان انتوا بتحبوني، انا قد بقى المسؤوليه، لا انا بعرف اغني كويس وبعرف اقدم ده. الاغاني الوطنيه، انا عارفه انكي برضو كذا تجربه في الاغاني الوطنيه كتير قوي كتير قوي. اه قولي لي الاغاني الوطنيه الناس يعني زمان في فتره الستينات والسبعينات كانت الاغاني وقتها مرتبطه قوي بالاحداث اللي بتحصل، بالحروب وبالاحداث السياسيه، والحقيقه ان الاغاني دي موجوده لغايه النهارده. يعني لغايه النهارده، يعني امبارح مثلا كان في الاحتفال بتاع 30 يونيو، كل الاغاني اللي كانوا بيغنوها في الاوبرات قدام الرئيس كانت اغاني الستينات، يعني كانت اغاني قديمه الحقيقه. الاغاني دي لغايه النهارده موجوده، اولا سر ده ايه؟ يعني ليه لغايه النهارده عايشه معانا وبتحركنا مع ان هي اتغنت في ظروف غير اللي احنا فيها والاحداث غير اللي احنا فيها دلوقتي؟ هو اللي بقول لك عليه، ثقافه الكلمه. عملوا كلمه طالعه من القلب، كلمه بجد، عملوا جمله لحنيه بجد، مش اللي هو بص عندنا مناسبه كذا بكره فتمام اكتب لي بقى كلمتين ويا فلان لحني كلمتين، مفيش حاجه اسمها كده. انا بجد بشوف كميه اغاني وطنيه بتنزل مهزله مهزله، يعني